للمزيد من النقاش حول ملاحقة الدول الأوروبية للتيارات المتطرفة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ منير أديب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي. أهلا ومرحبا بك معنا. في البداية، كيف ترصد تحركات الدول الأوروبية لملاحقة هذه التيارات؟ أهلا وسهلا بك يا أستاذ هشام وبكل مشاهدي إكسترا نيوز. لا شك أن هناك حالة من الإفاقة لدول أوروبا فيما يتعلق بخطر جماعات العنف والتطرف والتي انتشرت بصورة كبيرة داخل العواصم الأوروبية. حينما كنا نقول أن أغلب العواصم الأوروبية قامت باستضافة قيادات هذه التنظيمات وكانت توفر لهم مناخا وبيئة خصبة سواء للتواجد أو حتى للتمرد على الأنظمة العربية المستقرة التي ربما انحدرت منها هذه القيادات، يعني لم نكن نبالغ لأن هذه التنظيمات بدأت تهدد أمن العواصم الأوروبية، وبالتالي بدأت الدول الأوروبية الآن تواجه هذه التنظيمات بل وتواجه المراكز الإسلامية التي انبثق منها هؤلاء أو التي كونها هؤلاء حتى تكون بمثابة غطاء لأنشطتهم وللفعاليات التي كانوا وما زالوا يقومون من خلالها. ولذلك ما قامت به فرنسا مؤخرا هو لا يمكن أن يختلف كثيرا عما قامت به باريس منذ العام 2014 وحتى هذه اللحظة. وأعتقد أن بريطانيا الآن التي استضافت الإخوان منذ عشرات السنين واستضافتهم أيضا بعد العام 2013 عندما أخذت الدولة المصرية موقفا من حركة الإخوان المسلمين التي مارست إرهابا كبيرا في الشارع المصري واستضافت ما يمكن أن نسميه بمقر الإخوان. كانوا يستضيفون من قبل مقر التنظيم الدولي، ثم بعد ثورة 30 يونيو من العام 2013 تم استضافة قيادات الإخوان وبدأ الإخوان يديرون أنشطتهم من العاصمة البريطانية لندن. ولذلك بدأت لندن الآن تشعر بالقلق من الإخوان وبدأ الإخوان يمارسون ما يمكن أن نسميه بالإرهاب الفكري والتحريض على ممارسة العنف فضلا عن الأفكار التي وهنا أيضا سؤال مهم أستاذ منير، ما هي الآلية التي تتبعها الدول الأوروبية في ملاحقة الجماعات التي تصنفها إرهابية ومتطرفة وكيف تتم ملاحقتهم؟ هل تتم عمليات تفتيش للمراكز التي يتم إغلاقها؟ هل تتم تحقيقات؟ يعني ضعنا في صورة الآلية التي يتم اتباعها. يعني لا شك أن حركة الإخوان المسلمين هي تستخدم المراكز الإسلامية كغطاء ربما بالأنشطة الخاصة بها. المراكز الإسلامية يعني هناك ثمة ارتباط ما بين المسلمين والعرب الموجودين في هذه الدول وما بين المراكز الإسلامية التي تمثل الغطاء الشرعي وربما تقوم بدور المؤسسات الدينية في عالمنا العربي. وبالتالي المراكز الإسلامية هذه يتواجد ضمن تشكيلاتها أشخاص محسوبون على جماعة الإخوان ومحسوبون على جماعات وتنظيمات أخرى متطرفة. فبدأت الدول الأوروبية تتعامل مع المراكز الإسلامية وتقوم بغلق بعضها ممن يمارس أو تمارس فيها أو من خلالها هذه التنظيمات بعض الأنشطة. لا شك أن هذا دور مهم من العواصم الأوروبية، ولكن أعتقد أن هذا الدور جاء متأخرا. وأعتقد إذا كانت العواصم الأوروبية جادة في مسلكها فيما يتعلق بمواجهة التنظيمات المتطرفة فعليها أن تقوم بأدوار أخرى أكثر إيجابية في التعامل مع هذه التنظيمات، وليكن منها التنسيق الكامل والتام مع الدول العربية التي بتضع على كاهلها فكرة مواجهة هذه التنظيمات. وهنا أقصد على وجه التحديد القاهرة، الإمارات، المملكة العربية السعودية، على اعتبار أن القاهرة صاحبة تجربة رائدة في مواجهة جماعات العنف والتطرف. أعتقد إذا حدث ذلك تستطيع العواصم الأوروبية التعامل مع شيئين في غاية الأهمية، هو فكرة تفكيك هذه التنظيمات
حتى وإن تواجد هؤلاء في المراكز الإسلامية، وفكرة أخرى تبدو في غاية الأهمية وهو تفكيك الأفكار المؤسسة التي قامت عليها هذه التنظيمات. نعم، أخيرا أستاذ منير، أخذت خطوة ولكن هذه الخطوة تحتاج إجراءات أخرى كثيرة. أخيرا أستاذ منير، ما هي رسالة الدول الأوروبية وهي تقوم بملاحقة من تصنفهم جماعات إرهابية ومتطرفة؟ ما هي رسالة الدول الأوروبية للجاليات المسلمة أيضا التي تعيش على أراضيها؟ يعني أعتقد أن العواصم الأوروبية بدأت تشعر بخطر شديد، وشعورها بالخطر الشديد هو ما دفعها إلى أن تأخذ مثل هذه الإجراءات. وأعتقد أن تهديد الأمن القومي لهذه الدول التي بدأت تتكشف خطورة الأفكار التي تؤمن بها هذه التنظيمات والتي تحركها في حقيقة الأمر اتجاه ممارسة ما يمكن أن نسميه بالإرهاب المعنوي والسياسي والإرهاب الجنائي أيضا، فضلا على أن جماعة الإخوان المسلمين والعديد ممن يتواجدون في هذه المراكز الإسلامية أو ضمن الجاليات الإسلامية هناك يوفر غطاء لكل جماعات العنف والتطرف ومنها داعش. فمن رحم الإخوان خرجت داعش والقاعدة وتنظيمات أخرى، وبعض التنظيمات ربما رضع من ثدي التنظيم. إذن تمت علاقة ما بين هذه التنظيمات أو جماعات العنف وما بين جماعة الإخوان المسلمين، ولذلك أوروبا بدأت تأخذ إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها القومي. لو أدركت القوى، وأيضا في رسائل أستاذ منير، في رسائل الدول الأوروبية أيضا للجاليات المسلمة، تابعنا في بداية هذا الجزء تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بأنه ألمانيا لا تتخذ أي خطوة ضد ديانة، وإنما تميز بشكل صريح بين الإسلاميين المتطرفين الذين تقوم بملاحقتهم. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ منير أديب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية الإرهاب الدولي. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك.